هاي، اسمي ميشيل ميلون، اخصائية تغذية ومدربة رياضية. اكيد كل شيء ما إلي بدنا ننتبه على الكوانتيتيز، يعني على قد ايه كمية عم ناكلها، وكل شيء فيه سكر زيادة وإش اكيد تكون اشياء منها طبيعية، فبنركز على البروتين، النشويات الغير النشويات اللي بتجي سمرة، خبز اسمر، معكرونة سمرة، كينوا، وعلى الدهون الصحية مثل الافوكا او النات. ما في شيء معقولة مع اولاد معينين اللي عم بيقولوا لكم هذا الشيء بيكونوا عم بكذبوا عليكم، لانه لا نخسر وزن بسرعه. اللي لازم نعمله هو انه ناكل بطريقه صحيه، ناكل كميه اللي نحن عاوزينها، ونعمل رياضه اكيد.